أهلا بكم مشاهدينا في تغطية خاصة حول أهم مستجدات أسعار الذهب والدولار، حيث تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك المحلية، وهبط سعر الدولار بشكل غير متوقع، فقط جنيهين فاصل 25 قرشا دفعة واحدة و25 قرشا بعدها، ليهبط بإجمالي 2 جنيه فاصل 50 قرشا، فيما سجل اليوم 29 جنيه فاصل 55 قرشا، وهبط الدولار عند نقطة متدنية لم يصل لها لأول مرة منذ شهور. ويعد هذا التراجع تراجعا قويا لسعر الدولار مقابل الجنيه المصري. وعلى مستوى التعاملات المحلية، تراجع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم في غالبية البنوك بعد ارتفاع هو الأكبر في تاريخه مقارنة بسعر الأربعاء الماضي، وهو 32 جنيها فاصل 5 قروش. وتداولت البنوك أسعار صرف الدولار اليوم ما بين 29 جنيه فاصل 50 قرشا للشراء و 29 جنيه فاصل 65 قرشا للبيع. واستقر سعر الدولار في البنك المركزي المصري عند 29 جنيه فاصل 53 قرشا للشراء و 29 جنيه فاصل 62 قرشا، بعد أن كان 29 جنيه فاصل 74 قرشا للبيع، ووصل لأعلى مستوى في البنك المصري الخليجي عند 29 جنيه فاصل 65 قرشا. أما في بنك مصر فاستقر الدولار مقابل الجنيه المصري عند 29 جنيه فاصل 55 قرشا للبيع. وسجل في بنك قناة السويس 29 جنيه فاصل 50 قرشا للشراء و 29 جنيه فاصل 60 قرشا للبيع. وسجل في البنك الأهلي اليوم 29 جنيه فاصل 50 قرشا للشراء و 29 جنيه فاصل 55 قرشا للبيع. بالانتقال لأسعار الذهب، فاستقرت أسعار الذهب في بداية تعاملات اليوم الاثنين، وسجل سعر الذهب عيار 21 الأوسع انتشارا حوالي 1805 جنيهات للبيع و 1825 جنيها للشراء، وبلغ سعر عيار 24 الأعلى فئة حوالي 2063 جنيها للبيع و 2086 جنيها للشراء. وصل سعر جرام الذهب عيار 18 وهو الأوسط بين أعيرة الذهب إلى حوالي 1547 جنيها للبيع و 1564 جنيها للشراء، فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 14 الأقل فئة حوالي 1203 جنيهات للبيع و 1217 جنيها للشراء. ووصل سعر الجنيه الذهب لحوالي 14440 جنيها للبيع و 14600 جنيه للشراء. مشاهدينا، هذه كانت أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه في مختلف البنوك المصرية، وأيضا أسعار جرام الذهب بمختلف أعيرته. وإلى هنا تنتهي تغطيتنا. لمزيد من المتابعات والتغطيات تابعونا على مدار اليوم. نشكركم على طيب المتابعة، وإلى اللقاء.